كتير شباب من عنا يروحوا على مطارح إن كان مخدرات إن كان قلة علم إن كان يعني أفئات اجتماعية. مش بس دائرة الأحمر محرومة يعني بالنهاية كل الضيعة اللي شفتيها من هون نفس الحالة. وقال لي عم فكر أعمل مدرسة موسيقى أو أعطي صفوف موسيقى بدائرة الأحمر يلا إيه. فهذا الحلم مبلش من زمان معي من أنا وصغير بحب الموسيقى كتير بلشت أتعلم لحالي يعني. بعمر 18 اضطريت أني أنزل على بيروت رحت عملت كونسيرفاتوار بلشت تكبر عندي الفكرة أنه جهاد بركي الشيء اللي ما قدر حدا يعمله معك أنت بتعمله مع ولاد ضيعتك. كنت أحلم أنه يصير في شيء هيك لأنه أنا كنت أحب الموسيقى كانت هي تريحني وكنت حاسة جواتي يعني. بس تعرفت أنه بلشوا بالضيعة بالصيفية دغري جيت تسجلتون بلش بفكرة الموسيقى بيقوم بينضم لإلي رفيقي إلي براك نعمل جودو باليه معه. كان أول كلمة العالم عم بيقولنا إياها بليز ما توقفوا. ليت هالمكان هو تأحمي ولادي لأنه أنا قد ما نبه ابني تم هو بالله هي بده يفتش على الممنوع اللي أنا عم بقوله عنه يعني خلينا نكون عنا وجه آخر لدائر الأحمر نبرز هو الوجه الموسيقي. بدهم يساعدوا ولادهم يعني مأمنين فيهم مأمنين فينا نحن. هلا أنا عايش ببيروت كل ويك اند بدنا نكون بدائر الأحمر. المنطقة كتير بحاجة. إجا جروب من القاع يسوقوا ساعة ونص من القاع لعنا صارت موقع للقاء العالم. هذا عم بيخلق جو حلو بالضيعة. بجي كل سبت لهون لحتقعد مع رفقاتي بتسلى أنا وياهم. أهلي إنه مبسوطين وقت بيجيبوني من بعلبك لهون وقت بيشوفوني أنا عم بستفيد. بعلبك حكيوا معنا فنحن الفكرة بدنا إياهم يجوا على منطقتنا نصير عندهم أجر أكتر لعنا. هي المنطقة كلها موسيقى بتجمع كل العالم مسيحية وإسلام. طالما أنا قادرة أسير 1% ليش لا؟ نحن عنا بوتنشل بدنا قد ما فينا نشتغل عليه كرمال تا يزيد على كل أولاد المنطقة من بعلبك لليمونة لعيناتا للقدام لكل المناطق. هيدي قصتنا وإنت شو قصتك؟